أحب بكر الشد التمثيل منذ الصغر، ولفت أنظار معلميه من خلال الأنشطة المدرسية كالإذاعة والمسرح. في أواخر السبعينيات انتقل الشد إلى العاصمة الرياض لإكمال دراسته الجامعية. اختار بكر الشد دراسة الأدب الإنجليزي في جامعة الملك سعود، وفي هذه الجامعة استطاع الممثل الشاب صقل موهبته من خلال مسرح الجامعة، بالإضافة إلى أنه كان السابع على المملكة في الفترة هذيك. وطبعاً لما دخل مجال الفن وما قبل فقط أنه يكون فنان بدون يعني شهادة علمية، كمل دراسته الماجستير الدكتوراه والحمد لله. يعني كان أول فنان يأخذ شهادة الدكتوراه في الخليج العربي في جذور المسرح العربي.